في المطر. رئيس نادي مستشاري هيئه القضايا المجلس الدولي المباشره. احنا بنقول لحضرتك الف مبروك على الافتتاح. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم، شرفتونا جميعا، والحمد لله ان ربنا عضدنا على ان هذا الصرح العظيم اللي احنا يعني تجديد النادي من مكان سابق الى مكان حاليا موجود عندنا دلوقتي، اللي احنا انتوا شرفتونا فيه ده باذن الله، وربنا يوفق الاعضاء لتقديم الخدمات اللي الكل عضو من اعضاء الهيئه باذن الله ان شاء الله تكون فتحه خير لكل الاعضاء وجميع اعضاء الهيئات القضائيه الاخرى. احنا برضو في انتظار ان شاء الله ويشرفونا في اي وقت. بتحتم عليهم ان هم يعني يكون ليهم طابع خاص وكف خاص، فعشان كده النوايا دي متهيألي بتبقى مؤثره جدا في حياه المستشارين نفسهم. طبعا بيتبنى الناس بتبنى مطالب، بيلاقي مكان كمان ويلاقي مكان، لان ممنوع بصفه عامه على اعضاء الهيئات القضائيه يجلسوا على القهاوي او كده، فده متنفذ لاعضاء الهيئات القضائيه وبتبقى على اعضاء هيئه قضايا الدوله بصفه خاصه. بالتوفيق يا فندم.